اكل هاي ولا ما بصير اكلها؟ يا ترى عن جد اللي عم يقولوا بيصير؟ يا ترى صبي ولا بنت؟ بيان 9 شهور هلا على راديو سوريا. تسع أسابيع من معرفتك بالحمل، خلاص الشهر الثاني ورح يبدأ الثالث، حياتك وانت عم تتغيري والجنين عم يتغير من أسبوع لأسبوع، ونحن بسوريالي مرافقينك بهي التجربة لنتشاركها سوا. حلقة جديدة من برنامج 9 شهور معي أنا بيان. مساء الخير. ضيفة كبيرة علينا حل بيلبق له هالاستقبال، مبدع شفاف وخلوق، عزيز النفس وحربه، ما في مثله هالمخلوق مهما وصفنا شو ما نقال. خلوا شرف قبل الكل، هذا بيطيب عالحل، ضيفة كبيرة علينا حل بيلبق له هالاستقبال. كتير نساء بيختاروا انه ما يخبروا اللي حواليهن عن الحمل لبعد انتهاء الشهر الثالث من الحمل، وبالمقابل في نساء بيدرى العالم كله بعد 5 دقايق من معرفتهم بالحمل. انتي من اي طرف فيهم؟ سألنا هون وهون نساء حوالينا، لقينا انه كل ما كانت السيدة اكبر بالعمر وكانت بتعيش بعيدة عن محيطها واهلها ورفقاتها، بتميل لعدم اعلان الحمل لبعد مرور الفترة الاخطر من الحمل وتعدي الشهر الثالث بسلام، واحيانا حتى لفترة ابعد. بالمقابل النساء الاصغر واللي بيعيشوا ضمن محيطهم المعتاد واللي حواليهم اهلهم ورفقاتهم بيميلوا لاعلان الخبر بفترة مبكرة اكتر. ما في صح وغلط او احسن واسوأ، هو خيارك انتي وشريكك. البعض بيحبوا يفكروا بطرق جديدة وغريبة ليخبروا اللي حواليهم، والبعض بيكتفوا بحميمية وخصوصية الخبر. حلو بالحياة دائما انها بتمنحنا خيارات، انتي شو رح يكون خيارك؟ خلينا هلأ نروح سوا لنشوف شو خيارنا الموسيقي بهي الحلقة. مش يمكن اكيد بحبك بس بالي مشغول، يا ريت تقلي شو بدك وشو ما بدك قول، ما صعب كتير علي بس تحكي ارتاح بعيني، احزانك شو بتعمل فيه سكوتك مش معقول. مش يمكن اكيد بحبك بس بالي مشغول، يا ريت تقلي شو بدك وشو ما بدك قول، ما صعب كتير علي بس تحكي ارتاح بعيني، احزانك شو بتعمل فيه سكوتك مش معقول. لذيذة الموسيقى بهي الحلقة. رجعنا مستمعينا مع برنامج 9 شهور على راديو سوريالي، وكنا عم نحكي قبل الفاصل عن خيارات النساء بكيفية وتوقيت إعلان الحمل. بحلقتنا الماضية اتفقنا نحكي اليوم عن أهم الأكلات اللي لازم تحاولي تضمنيها بنظامك الغذائي أثناء الحمل. لما بديت فوت على الإنترنت وأقرأ لقيت أنه من المستحيل أنه أقدر أكل كل الأطعمة المنصوح فيها بسبب الكمية أو بسبب الميزانية، لهيك المهم أنه تحاولي يكون غذائك متوازن قد ما فيكي، والأهم تحاولي تلتزمي بالمكملات والفيتامينات الخاصة بالحمل، وخاصة حمض الفوليك خلال الشهور الأولى. فاصل صغير وراجعين بأهم 10 أطعمة أثناء الحمل، خليكن معنا. شو بحبك رايق، شو بحبك صريح، تتذكر ولا مش فايق، تذكر معي منيح. حبيبي شو بحبك رايق، شو بحبك صريح، تتذكر ولا مش فايق، تذكر معي منيح. تعو ودنا نتناقش نحكي، والدمعة تخبيها تحكي، خلي تحكي هي تحكي عن هالزعل زيح. مش يمكن أهم 10 أطعمة ومشروبات أثناء الحمل. سوريالي سوريالي
أول شيء الماء ببساطة، والسوائل بشكل عام. نسبة الدم بتزيد بجسمك حوالي 50% خلال الحمل، وبيزيد بالتالي دوران الدم بالجسم. مهم جدا ما تخلي حالك تشعري بالعطش. بيوصي الأطباء بحوالي 2-2.5 لتر كل يوم من الماء والسوائل. أنا عن حالي مستحيل أوصل لهذا الرقم على الأقل بالفترة الأولى، لكن بالتأكيد ما لازم تقل كمية المي اللي عم تشربيها عن 1.5 لتر خلال النهار. وطبعا نشاطك وحركتك بتأثر بكمية المي اللي لازم تشربيها. كل ما كنتي بتتحركي وبتشتغلي أكتر، كل ما لازم تزيد كمية السوائل اللي بتشربيها. تاني شي الحليب ومشتقات الألبان. الكالسيوم من أهم المواد اللي أنتي وطفلك بحاجة إلها خلال الحمل. نقص الكالسيوم خلال الحمل ممكن يؤدي لهشاشة العظام. بيوصي الأطباء بما يعادل 3 حصص من الحليب ومشتقات الألبان يوميا، يعني 3 كاسات حليب أو كاسة حليب وسندويشة جبنة وزبدية لبن، وهيك انتي رتبي هون مثل ما بتحبي. وتذكري انه لازم تكون المنتجات اللي عم تتناوليها من مصادر نظيفة ومعقمة. اذا ما عم تشتري الحليب مبستر، غليه منيح قبل ما تشربي. ثالث شي البيض مسلوق او مقلي، بشرط انه يكون مستوي منيح. بيحتوي البيض على كمية كبيرة من البروتين والفيتامينات، وهو صحي وسريع، ما بيسمن ونسبيا ما بيكلف، مو مثل اللحم مثلا. رابعا، هلأ هي قد تكون صعبة شوي، المأكولات البحرية الغنية بالأوميجا 3 مثل سمك السلمون. الأفضل إنها تكون مشوية، وطبعا تكون مستوية كتير منيح. الأوميجا 3 مهمة للذاكرة والتركيز. هلأ أسعار هاي المأكولات مرخيصة أبدا، ومن الصعب على أغلبيتنا توفيرها. ما تفكري بالموضوع كتير، بياخد الجنين حاجته من مأكولات تانية. بالمقابل مو كل أنواع المأكولات البحرية مفيدة، بعض أنواع السمك بيحتوي على نسب عالية من الزئبق، وهو مو منيح أبداً لا إليك ولا للجنين. أكتر شي متوفر هو التونة، بين علبة تونة عادية اللي بيكون لحمة زهر وبين الخفيفة اللي لحمة أبيض، اختاري التاني، ودائماً مو أكتر من وجبة واحدة بالأسبوع. خامس شي الخضروات والفواكه الغنية بالحديد مثل السبانخ والسلق ومعظم الخضروات اللي ورقها أخضر غامق، مصدر مهم للحديد وللفيتامينات. هاي كانوا أول 5، فاصل صغير وراجعين بتاني 5. من الليل يا حبيبي صرت بقلبي انت وحدك على قلبي ملك، عاسمك يا حبيبي صاروا قلبي وروحي وعيني على طول إلك. وتحقق يا حبيبي الحلم الأبيض يلي يا محلمته أنا معك، صار فيي يا حبيبي بحرية إنه إلك أنا بحبك. رجعنا مستمعينا بتاني 5 من أهم 10 أطعمة ومشروبات أثناء الحمل، ووصلنا للرقم 6، البقول، العدس، الحمص، فاصوليا الحب، الفول وغيرها، مصادر غنية بالحديد المهم كتير للحامل، وهي مصادر مهمة للبروتين غير الحيواني. ومع صعوبة توفر اللحمة دائما لأسعارها، أحيانا عم تكون المصدر الوحيد للبروتين. مو بيقولوا عن الفول إنه لحم الفأرة؟ ولا تنسي رشة الكمون وبحبحيها شوي. سابع شي البطاطا الحلوة والجزر والفليفلة، مصادر مهمة للفيتامينات، والسكريات اللي فيها مفيدة كتير. تامن شي المكسرات، خاصة الجوز، مصدر مهم للأوميجا 3 المهم للذاكرة والتركيز. ما بدك أكثر من كمشة يوميا، ومن الأفضل ما تكون محمصة أو مملحة، لأن الحرارة بتغير خواص الزيوت المفيدة اللي فيها. تاسع شي الخضروات والفواكه الغنية بالألياف، الحامل معرضة بشكل كبير للإمساك، لهيك الغذاء الغني بالألياف هو كتير مهم لحركة الأمعاء خلال الحمل، إضافة لأنها مصادر مهمة للفيتامينات والسكريات المفيدة. وأخيرا وليس آخرا، الحبوب الكاملة بتوفر لك الطاقة والبروتينات، يعني سلقي قمح وكلي برغل، وإذا كان أسمر بيكون أحسنين، فريكة، حاول يكون الخبز أسمر. وعفكرة البوشار يعتبر من الحبوب الكاملة، بس ما تكتري له ملح وزيت.
أكيد في كتير أطعمة مهمة تانية للحامل، ومنها اللحمة مثلاً. بعض الشغلات هي غالية أو صعب توفيرها، لهيك عم ضل أكد على الفيتامينات والمكملات الغذائية أثناء الحمل، لأنها بترمم النقص بالنظام الغذائي. حتى لو أخرتي تاني ليالي في الأماني. هي كانت حلقتنا لليوم. إذا في شي موضوع حابين نحكي فيه، فيكن دائما تبعتونا على صفحة راديو سوريالي على الفيسبوك أو على موقعنا سوريالي.com. سلام. عمري ما حبطل جناني ومش مهم، يعني لو مطرت هلعب في المطر والحد متعب، وما قاوت هدي واغلب مش مهم، يعني لو رف الحمام حفتح الشباك وانا ونعيد مليون زكام مش مهم. كل واحد عنده نيل حمشي عالكورنيش وامير، اما كل الزحمة دي مش مهم، والقمر ده شكله عادي مش حبص علي الليلة دي، يعني ليلة زيادة ضلمة مش مهم. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2016.